السلام عليكم حماقيت شوية مرحبا بالناس جداد، ما تنساوش خوتي على انكم تهبطوا لتحت تابونيو لاشين باش تطلع باش نحط شي فيديوهات اللي هما مطرطقين. والله الا عرفتي الا بكل والله الا من الاعماق ديال القلب ديالي، والله الا فرحان بزاف ملي كنحطيني الفيديوهات وملي كنلقى التفاعل ديالي مع هاد الفيديوهات. هاد النهار غادي نهضر لكم على واحد الموضوع اللي هو طبعا لا يقل اهميه من باقي المواضيع اللي ديجا طرحت في القناه ديالي، وهو الموضوع ديال الجهوي وما ادراك ما الجهوي اللي كيعقد شحال من واحد واللي كيسقط شحال من واحد واللي كينجح طبعا شحال من واحد. طبعا مسألة ديال الجهوي حقيقة لأنها مسألة اللي تؤرق واحد مجموعة من التلاميذ اللي ما كيجيبوش أو اللي ما جابوش يعني نقطة جيدة في الجهوي، فبالتالي يعني كيتصدموا بالمسألة ديال الباك وديال أنك ما عنديش في الجهوي وديال ناري يا عباد الله كيفاش ندير نحصل على البكالوريا ديالي وعندي الجهوي ناقص إلى غير ذلك. أخي إخوان شوف، عندك الجهوي ناقص هذا لا يعني على انك ما غاديش تكمل البكالوريا ديالك، وهذا لا يعني على انك راه ما غاديش تجيب البكالوريا ديالك. طبعا كاينه واحد المجموعه من الطرق. طبعا عندك الجهوي ما تنساوش على ان النسبه ديال الجهوي اللي هي 25% فكتبقى 75% كلها علاش على المراقبه المستمره، حتى هي طبعا 25%. اذا 25% ديال الجهوي و25% ديال المراقبه المستمره والانشطه الى غير ذلك، اذا هي 50% وكتبقى 50% كلها على الامتحان ديال الوطني. اذا تصوروا معايا على انكم الا ركزتوا على المراقبه المستمره ولا ركزتوا على الامتحان اللي هو بواحد الشكل كبير، فالجهوي ما كيبقاش عنده عائق وما كيبقاش كيشكل لكم عائق على الامتحان ديال البكالوريا ديالكم. ضربوا نقطه مزيان في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المراقبه المستمره ديالكم، وطبعا خدموا مزيان على الوطني وان شاء الله غادي تجيبوا نقطه زوينه في الباك ديالكم. واحد المساله اخرى بغيت نطرق لها وهي انه كتلقى واحد التلاميذ اللي كيكونوا مشاغبين، كتلقاه جاي في الجهوي نقطه ضعيفه وكتلقاه انه يشاغب بزاف وعاد كيجي هذيك المراهقه ما عارف نسميها متاخره، لان المراهقه كتبدا من 14 عام و 13 عام وانت كطالع، وراه كتكون يعني ملي كتخدم الباك راه كتكون عندك من 17 18 يعني راك تزوزتي المراهقه، فانت في واحد السن ديال البلوغ ديال النضج، يعني غتكون على الاقل راك شربتي عقلك كما كنقولوا. اذا هذه المساله لان علاش؟ لان انت في واحد الحال في واحد المرحله ولا في واحد اللي باش تودد للاستاذ باش يعطيك النقطه ديالك، انت ماشي في مرحله قوه وانما في مرحله ضعف. اذا فبالتالي هاد التلاميذ اللي كيكونوا مشاغبين، فخويا اختي انا تنقول لك حيد عليك هذه المساله ديال الشغب، خصوصا يعني الا كنتي جايب نقطه ضعيفه، حتى بالنسبه للتلاميذ اللي ما جابوش يعني اللي جايبين النقطة في الجهوي مزيان، فهما ما كاين بس هما لأنهم يشتغلوا. شوف راه كلما خدمتي مزيان وجدتي نقطة عالية فراه غادي تساعدك يعني على النقطة العامة بالنسبة ديال البكالوريا ديالك. إذا فأخوتي كنتمنى حقيقة على أن هاد النصائح تاخذوها بجدية وتشتغلوا عليها، وإن شاء الله بحول الله كونوا متأكدين على أنكم غادي تجيبوا واحد النقطة اللي هي كبيرة في البكالوريا ديالكم. وطبعا راه البكالوريا هو واحد الباب اللي كيفتح لك باب كبير اللي من خلاله كيتفتح واحد المجموعة من الأبواب اللي إن شاء الله من خلاله غادي تحدد المسار ديال حياتك، واش فعلا غتمشي في المسار اللي هو مزيان وغتكون حياتك تعيش حياه سعيده، او انك طبعا غتمشي لواحد الحاجه اللي هي ما ترضيكش وما تعجبكش ومن بعد غتندم عليها. ولا ينفع الندم بعد فوات الاوان. اذا خوتي كنتمنى لكم كل التوفيق وحد موفق في الامتحانات اللي انتم مقبلين عليها، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله.